السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني على قناتكم هورور بلاير. في هذه الحلقة الجديدة أو في هذا الفيديو الجديد عندنا شرح طريقة زيادة الوقت في لعبة بيس 2019 ديمو، لأنه كما نعلم في لعبة بيس 2019 ديمو الوقت الأصلي للعبة هو 5 دقائق، يعني لا تستطيع زيادة الوقت أكثر من 5 دقائق. لهذا عبر هذا السايدر أو الملف الذي سوف نقوم بإضافته سوف تستطيع التحكم في الوقت، وتستطيعون أيضا زيادة الوقت كما تريدون، وهكذا سوف يصبح وقت المباراة طويل. المهم قبل بداية الشرح لا تنسوا الضغط على لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تكون أول من يتوصل بجديد هذه القناة. والآن سوف نبدأ على بركة الله. تقومون بتحميل ملف السايدر، سوف تجدون جميع هذه الروابط أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. تقومون باختيار رابط واحد فكلها روابط شغالة. بعد الانتهاء من تحميل الملف يأتيكم ملف مضغوط بالوين رار هكذا، تقومون باستخراج الملف، تقومون بالضغط عليه الزر الأيمن ثم اكستراكتو أو استخراج الملف. بعد ذلك يأتيكم ملف هكذا، فكما ترون هذا هو السايدر الفيرسيو 5.0 للعبة بيس 2019 ديمو. تقومون بفتح الملف ثم سوف تجدون ملفات السايدر كما ترون، تقومون بنسخ جميع هذه الملفات كوبي، ثم تقومون بالذهاب إلى البي سي ثم إلى الديسك سي ثم بروجرام فايل ثم إلى ملف أو برنامج كراكت ستيم ثم ملف ستيم أبس كما ترون ثم ملف الكومو ثم هذا الملف برو إيفوليوشن سوكر 2019 ديمو، وتقومون بعد ذلك بنسخ الملفات، فأنا قد نسختها من قبل لهذا أتتني هذه الأيقونة. بعد ذلك تقومون بالضغط على روم بلاس أو استبدال الملفات. بعد الانتهاء من نسخ الملفات تقومون بفتح هذا الملف كما ترون. بعدها هنا سوف تجدون في الأسفل عند ماتش مينت سوف تجدون 20 دقيقة، سوف تقومون باختيار أي وقت تريدون، فمثلا سوف نختار 10 دقائق. ثم هنا تقومون بالضغط على فيشي ثم انريجيستري. بعد حفظ الإعدادات تقومون بغلق النافذة ثم تقومون بالذهاب إلى أيقونة البرنامج كما ترون، تقومون بفتحه. بعد فتح البرنامج يأتيكم على هذا الشكل كما ترون، تتركون أيقونة البرنامج هكذا أو تقومون بوضعه في الأسفل هكذا، ثم تقومون بالدخول إلى اللعبة وسوف تجدون الفرق واضح جدا في الوقت. أيضا أنتم تقومون باختيار أي وقت تريدون وسوف تلاحظون أن الوقت قد أصبح طويل. وهكذا تستطيعون زيادة الوقت في لعبة بيس 2019 نسخة الديمو. وهكذا قد أنهينا الشرح، وفي النهاية لا تنسوا الضغط على لايك أو ديزلايك يعبر عن رأيكم في الآخر، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو، ودمتم في أمان الله.